فاروق اشتكش. الشباب اللي كيعانيو من البطاله، القواد المتنفس هذا كيشتغلوا فيه، ولكن في غياب ابسط شروط السلامه، ويعني خدام نهار بنهاره. بالنسبه للتغطيه الصحيه، الشباب اللي كيخدموا بالنسبه للفلوكه او اصحاب القطاع الصيد التقليدي، فيه بزاف ديال الشباب تيشتغلوا فيه، منهم بحاره، منهم كوكاطا. كوكاطا هما الشباب اللي كينقيو الفلوكه. شكون اللي كيستافد من التغطيه الصحيه؟ هو الرئيس اللي كيخرج للبحر والبحار اللي معاه. اما بالنسبه للشباب اللي كينقيو الشبكه ويغسلوا الفلوكه، ولا كينقيو الشباب اللي خدامين هنا اون جينيرال وسط الميناء، ما عندهم لا تغطيه صحيه لا والو. في غياب تام المرافق الصحيه، عندنا طواليط ولكن دابا هما سادين. علاش سادينا؟ اغلبيه الشباب كيهبطوا من لابلاج كيجيو يدوشوا، ومني كيدوشوا هنايا الماء هنا كيتخلص، يعني تتخلص من الرادار، تيجيو هنا يدوشوا. حتى ولا جا واحد الثمن بايض ورقه الماء والضو اللي خلات ان التعاونيه ديال الميناء ديال نقطة التفريغ سدوا الماء. دابا حنايا ما كاينش طواليط، كاينه طواليط ولكن مسدوده، وكنعانيو من نظافه، غياب النظافه. يعني كاين واحد عامل ولا جوج اللي خدامين هنا ما عندهمش الماتريال ديال النظافه. وزائد نقطه مهمه هو غياب الامن، هبه ودب يجي يدخل الميناء. المعاناه ديال البياع والشرايه والتجار بيع السمك في نقطة تفريغ مدينة سهلة هو غياب سوق، وغياب يعني اماكن خصيصة لبيع السمك. مثلا اصحاب القلاية استافدوا، عطاهم محلات، حنايا ما عاطينا والو. حنا كنديروها طوابل العود، طوابل كنجيبوا طبله من الزنقه وكنحطوا عليها. يعني هذه من الحوايج، خصنا بلاصه الماء فين نغسلوا حنا الحوت، ننظفوا الحوت، يعني حتى المواطن تياخذ الحوت في واحد الجوده. البحار تيخرج تيجيب الحوت، تيجيبوا الماء للبياع والشراي. البياع والشراي خصو طبله تكون كامله مكموله، باش يكون البحر هربان هنا كتطلع لنا الرمله. المدخل للميناء الفلاك ما كيلقاو منين يدخلوا، كيبقاو يتسناو. وحتى الا بغاو يدخلوا خاصك تشوف واحد الحاله كارثيه، حاله يرثى لها. الفلاك يهبطوا البحريه، بايت في البحر، بايت في وسط الماء، يقدر يرجع يقدر ما يرجعش مسكين، وكيجي يدفع في الفلوكه. وحنايا اللي عنده وليدات، اللي كيبيع ويشري خصو يدي لوليداتو، كيقيل يتسنى ذاك الماء حتى يطلع. وقتاش انت تشري الحوت؟ الناس هابطين يتقداو، كنا تنعرفوا وقتاش التقديه. التقديه راه ما بين 10 ل 11 12، وانت 12 الوحده باقا الفلوكه ما دخلاتش، كتسنى الماء يطلع. هذه من الحوايج اللي عندنا في هذا الميناء، مدخل الميناء عندنا نقطه سوداء. عندنا شدنا في مشاكل كنتخبطوا فيها. اول حاجه مشكل ديال الطريق، كيكون الماء الكبير كيخوى الماء ما كيقدروش يدخلوا، كيبقاو محرطين بساعتين ثلاثه السوايع. هذه نقطه مهمه بالنسبه للناس ديال القطاع. وعندنا مشكل اخر كنتخبطوا فيه، هو المشكل ديال المحروقات. عندنا حنا طاكس، كنطاكسيو على المحروقات وما كنستافدوش منه، كنضربوا بثمن اللي كيضربوه الناس في الستاسيون عادي ديال الطوموبيلات. يعني كنضربوا ب 14 درهم 15 درهم و60 17 درهم. يعني هذا مشكل عندنا عويص عويص. وزائد مشكل المارشي كيخدم معايا 3 شهور 6 شهور في العام، 3 شهور وجلس 3 شهور. حنا لا بغينا المارشي يخدم لنا 12 شهر كامله باش البحري يستافد من التغطيه الصحيه، من النقط ديال الضمان الاجتماعي، من كل شيء ديالو. المشكل كنخدموا 3 شهور ونحبسوا 3 شهور، ديك 3 شهور ما تكفيناش التغطيه الصحيه. اي فلوس الدراري كنستافدوا منهم، ولكن التغطيه الصحيه راه ما كنستافدوش منها. بليس المشكل ديال الطريق، اهم مشكل هو ديال الطريق. بالنسبه للقطاع ديال الصحه، عندنا مستوصف هو مسدود. من اللي تحلت هذه النقطة هذه هو مسدود، فين داك الشيء ديالو فين كيمشي الله أعلم، ما كاين لا طبيب لا والو. ها هو ديك دابا تشوفوا مستوصف، ها هو مسدود، ها هو عندنا غير هنا المسافة ديال 40 متر ولا 50 متر. القطاع ديال السلاوين أخويا حنا ضايعين بزاف بلا قياس. اللي بغيت نقول كما قال السي مصطفى، راه ملي كيخوي الماء راه ما كندوزوش، كيكون العلو ديال البحر غير واحد متر ونص أو جوج متر، راه كنلقى واحد الصعوبة باش نخرجوا نجيبوا الشبيكات ديالنا. كما كيقول الاقتطاع، حنا خصنا هاد الناس يتحدوا كاملين، والدولة تتحد معنا، دير السلطة هنا الله يجزيكم بخير، باش ندخلوا حوتنا كامل للمارشي هنايا. حنا كما قال السي مصطفى ما نستافدوش من الليسانس، ما نستافدوش. حنا شحال كنتخلصوا في العام على سنين الدراري؟ كنتخلصوا غير 3 شهور، دخلنا للمارشي راه غنتخلصوا العام كامل، غنتخلصوا على الدراري. بالنسبة للتقاعد راه ما غاديش يعطينا لا النقاط لا حتى شي حاجة في هاد الخدمة اللي حنا خدامين فيها الله يجزيكم بخير. المسؤولين الله يرحمهم يديروا معنا شي حل، هاد البحري كامل مسكين هنا ضايع. هنا راه كاين الاقتطاعات ديال الدواء، كاين الاقتطاعات ديال شحال من حاجه، وهاد البحر راه ما كيستافدش. شتي والله تجرح شي واحد طارو يجي يصبع له شي حاجه، كيتبع لها صغونس ويداوي راسه. واحد السيد عاد توفى راه ما كاين استفاده لا حتى شي حاجه. والدراري اكثريه خدامين بلا اوراق، غياب الامن، غياب المرافق الصحيه، بحال حاشاك لي طواليت وهداك الشيء ما كاينش هنايا. الدراري تعانيو هنا، كاين اللي مسكين تيهود وتيطلع ما تيصور والو.
ايوا هذا هو المتنفس الوحيد ديال الدراري، اكثريه هنا الدراري ديال ولا السيكتور سيدي موسى، اكثريه اللي قريب هنا اكثريه تيعودوا مساكن هنا باش يدبروا على راسهم، ويجيب الله يجيب الله المرسرة، يجيب الله يجيب الله. هاي المرافق الصحيه ما كايناش، الامن ما كاينش اخويا، كوكا الامن هنا حيت تيطراو شي حوايج هنايا اللي قراف بزاف، فهمتي، مضاربه السيوفه هادي، ما كاين حتى بوليسي، بوليسي واحد ما كاين في الباب، عاوتاني بوليسي واحد ما كاينش، المراسي كاملين تتلقى فيهم البوليس في الدخله وهادي الا المرسه ديال السلاح. والمعاناه الثانيه عاوتاني اخويا هي ديال المد والجزر، ملي تيكون الجزر اخويا فلايك تيتسناو واحد الساعه تا تطلع المد، علاش؟ كاين واحد اللعيبه ديال الرمله تما اللي تتكون طالعه هاود البحر ما تيدخلوش، خاصهم تا يطلع البحر وتبقى الحوت، تبقى بنادم يتسناو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.